عبر المئات من أهالي بلدات قرى دير الزور عن رفضهم للسياسات التي تقوم بها الميليشيات الشيعية التي تسيطر على مناطقهم وتساند النظام السوري من خلال خروجهم في مظاهرات للجمعة الثالثة على التوالي، مطالبة التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية بضرورة مساعدتهم للعودة إلى منازلهم التي هجروها منذ أكثر من سنتين. واعتبر أهالي بلدات الحسينية والصالحية وخشام والطابية ومظلوم ومراد وغيرها أن المهجرين من قرى في شرق الفرات ويقبعون تحت سيطرة النظام السوري يرفضون أعمال التشييع التي تجري في مناطقهم، وقد تحدث عدد منهم في عمليات التشييع التي تجري في المنطقة وقيام إيران بدفع مبالغ مالية باهظة بغية تشييع سكان المنطقة السنية. طلعنا بمظاهرة سلمية من الجامع عثمان بن عفان، طلعنا إلى الدوار واجتمعنا مشان المظاهرة، وبعدين فتنا إلى المعبر إلى أول حاجز للنظام، والضابط طلع علينا وما حد ضربنا ولا حد شيء، وإحنا قلنا له ما نضربك تمام، وظلينا في شي ساعة ناخذ ونعطي معاه ونسولف معاه، بعد شوي وانطيناه شنو مطالبنا وأخذ منه، وبعد شوي جت جو الشيعة الإيرانية أجوا وصفوا سيارتهم من حطلة، أجوا شي 50 واحد وقاموا يضربون علينا، انطعنوا اثنين واثنين ماتوا فورا المظاهرة، يعني حيل قاموا يضربون علينا اطلاق نار، فتحوا علينا جبهة فورا مشينا احنا. سيران جعت تنشر وتشيع العالم قصبا عنها وتسوى الارهاب، واحنا ما نريد الارهاب، بالعكس احنا ضد الارهاب، احنا يا جماعة ضد الارهاب، واحنا اللي يسوي ارهاب احنا نوقفه بوجهه. إذا بدي أرجع ساعتين على قريتي بدي أتشيع مع الشيعة، واني سني ما يقبل لا أتشيع مع الشيعة ولا مع إيران ولا مع روسيا، هسه يدفعونا رواتب عالية إذا ريدنا نرجع على قريتنا، يقولون تتشيعون يا تتطوعون مع النظام، وإحنا ما بدنا هذا السوالف كلياتها. إحنا بدنا مناطق، إحنا ريدنا التحالف والديمقراطي إنه يساعدونا بهذا الموضوع، إذا ما ساعدونا إحنا مضطرين نحرر مناطقنا، احنا نحرر مناطقنا ما بدنا اذا ما يساعدونا لا التحالف ولا الديمقراطي، احنا نحررها اذا يسمح بها التحالف انه احنا نحرر مناطقنا احنا نحررها بايدينا. نطلب من قوات التحالف المساعدة باسرع وقت تشديد القوة عليها والضغط على الميليشيات الإيرانية. الأسباب هي حتى البيوت صار فيها نهب، بيوتنا عملنا لا نقدر ما نقدر نصل عليها، صار بسرقات بيوتنا نهب، يعني سلب أو تنزل، يعني إذا تصالح وتصير معهم بدك تشيع معهم، يعني بدك تشيل سلاح ضد أهلك. بالنسبة للشباب نزلهم قبل فهذا الوضع صار معهم، أو تصير مضايقات تهم، يعني يتهمونك باي اي شغله، يعني وسيله يدبروا لك تهمه، ويعني تعرف انت الوضع. طبعا مظاهره سلميه ان شاء الله يكون الامور والرساله تصل لجميع الدول لهذا الاسباب، ونطلب من قوات التحالف نرجع نكرر هذا الكلام باسرع وقت. الامور يعني سيئه جدا، وسبع قرى متهجره وهي سببها الميليشيات الايرانيه.